كابتن عادل الف مبروك التاهل للنهائي المره ال 14. رقم كبير ما شاء الله. رقم كبير طبعا. مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ولينا وكل الناس اللي في القناه ومجلس الاداره وان شاء الله يعني لسه احنا برضو اتعودنا ان احنا يعني مبروك خطوه لكن ان احنا نبارك لبعض اكتر ان شاء الله بعد البطوله نتوج بالعشره. اتمنى ان احنا نخرج من المباراه دي بسرعه نفرح ولكن احنا اتعودنا على كده. بعد ما خلصنا التاسعه تاني يوم فكرنا في العشره، تاني مباراه فكرنا في العشره، وبتخلص دوري بتفكر في دوري تاني. فاتمنى طبعا ان احنا نبدا خلاص نحضر على طول للهدف، الهدف الاساسي اللي احنا دلوقتي قطعنا شوط كبير. ان انت ما شاء الله يعني 14 فاينل يعني حاجه كبيره جدا، يعني حاجه يعني ما فيش حاجه تتعلق عليها يعني 14 فاينل، منهم كمان المباريات اللي خسرتها في الفاينل كنت ممكن تكسبها. مظبوط. 2017 وطلعت اتنين فاينل ورا بعض خسرتهم، فيعني ان شاء الله الفاينل ده يبقى من نصيبنا ونعمل رقم قياسي جديد، نبقى تبني بقى الحاجات تانية، بطولات تانية ان شاء الله تاني يعني الفتره الجايه. صحيح. مبروك بس اللي جاي يعني. صح. انا برضو مش عايزين نفرح قوي عشان المباراه، لا مباراه فاينل، وبعدين فاينل هيبقى مختلف لان طبعاً. مباراه واحده طبعا، مباراه واحده دي فيها صعوبه شويه، مباراه يعني هتبقى مختلفه خالص على يعني على نظام البطوله، وهتلعب فرقه مش ضعيفه، فرقه طبعاً كويسه طبعاً. فاتمنى ان احنا نبدا نحضر من دلوقتي. صح. ويكون التوفيق حليفنا ان شاء الله. صح.